ايه ازيكم يا شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. الحلقه دي في لعبه نيترو بورس 2 سبيشال اوب. زي ما انتم شايفين انا بصراحه برضو لعبت مرحله التدريب. زي ما انتم شايفين بيقولوا لك ايه اول مرحله، فدي حاجه انا مش عارف بيقول لك ايه. انا هختار بيقول لك ايه. ماشي، في معايا واحد اسمه شايف وواحد اسمه دكتور. تعالوا نشوف الاسلحه بس كده. لها سكوبات. ماشي، حلو حلو. احنا هنلعب طول. متنساناش بقى باحلى لايك وسبسكرايب للقناة عشان نكمل في السلاسل، وتكتب لنا بقى احلى تعليق اصل هو بيفرحنا. زي ما انتوا شايفين اهو، غسلوا المعه غسلوا اليابسة. ماشي، المفروض اللي احنا بقى نكمل. والله يوم حلوتي مش تشتشكي اتحرك 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 اتحرك. زي ما انتوا شايفين دي حاجات كلها كتيرة. احنا هنروح نجمع بتعدي الزنا في سلعة مش عارف هي فايدتها ايه. نجيبها وخلاص. تقريبا دي الشباب تبع المهمات. نعم، ودي اول مرحلة. خلاص زي ما انتوا شايفين المرحلة كانت قصيرة، فاحنا عرفنا نعديها بسرعة خالص يعني. والله ما اعرف ازاي، بس ان شاء الله بقى المرحلة الجاية. هنخش المرحلة التانية ونخليها. ماشي، الكلام ده قبل كده عايزين نرقي نخليه ده. والله المهم جميل جدا. والله ما اعرف اختار انهي. ده اللي جاي اخر واحد. ايه ما كانتش متوكلة. ما ينفعش تقريبا. بقولك ما ينفعش. ماشي، زي ما انتوا شايفين يا شباب بدأنا المرحلة التانية. ماشي، المفروض ان احنا ندمر برج الاتصال ده تقريبا. هو اسمه برج الاتصال تقريبا، برج الشبكة. ضفنا شباب في ثانية في ثانية في ثانية. نخشها أول واحدة بقى يا معلم. طب احنا خلاص متنا. ندمر البرج ده. أنا بس حسبت اللي هما لازم مش فاهمين برضه عشان لقيت قنبلة، فانا بحسب ان احنا بس كده. حرك يا عم، اهرب بقى انبادي. هو بيعمل ايه ده؟ لا مؤاخذة. ماشي ماشي. ايه سلسلة اهي. في واحد جالنا اهو. تعالى نروح بقى المنطقة التانية عشان نشوف الخريطة. احنا هنا المفروض بقى ان احنا نروح المنطقة التانية. ماشي، انتوا شايفين هي دي بتاعت القنابل. حلو.
هو كابتن بس مش عارف والله. لعبة جميلة جدا، احذر من اللغم من عينيا. ايه ده ايه ده؟ انا كنت يا بس الحمد لله الحمد لله. زي ما تشوفين احنا فزنا بالمرحلة اخيرا. ده حاجة ما كانتش متوقعها، ما كانتش متوقعها. الحمد لله اللي احنا فزنا. بس ماشي المرحلة التالتة. انا بصراحة هدي شخصيات. شفت ده الحاش برد بالزيت طلع عنب طلع قشطة. فانا بقى لو رقيت اضعف واحد فيهم اضعف اللي رقيت ده فلوس هتزيد. حلو كده كده اخش على دي. لا برد برد معلش. ما موت يا شباب اللبس اللي احنا كنا عايزين نجيبه اهو. زي ما انتوا شايفين احنا جبنا اللبس اخيرا اللي احنا كنا نفسنا فيه والسلاح. ماشي استنى بس خلينا في ليفل 5. عايزين نرق السلاح من ربنا اللي احنا طلعت اللعبة متهكرة اصلا. واشترينا له سكوب كمان. بدلع السلاح بقى الحمد لله. وده تقريبا كاتم فوق ولا مش عارف. دي ايه بقى؟ ماشي. طب بصوا يا شباب انا فاهم كل حاجة الا اخر اتنين دول. شايفين انا جبت كل حاجة احنا عايزينها يا شباب والله. مسيبش بقى لايك ولا سبسكرايب ولا تعليق حلو. انا مش هوصيكوا بقى. انتوا شايفين والله ده استنى روعه روعه روعه. قلت لها هتبقى بص 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 لقيتهم جامده. بص 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 يقتلوا ده. قلت لها هضرب بزوك عشان بيموتوا بسرعه شباب مش محظوظين. الحمد لله زي ما انتوا شايفين اللعبه ممتعه جدا. يلا اضرب. والله زي ربما بقت سهلة. بس نشوف المجموعة. الحمد لله احنا عدينا. بيقولوا لي ايه تك على دي كده نعمل ايه؟ نتير نتير ولا نعمل ايه؟ يعني اللغم برضو بيموت. ماشي بس دول اهم ناس انا عالجتهم. المفروض احنا كنا نعمل ايه حقيقي؟ احلى صورة. ايه دي برضو حلوة يا شباب. كلها حلوة بس انا حبيت اخر هو ده الساكة. لا ده احلى. ده الجيش الكوري وده هو ده رايح يتجوز مش رايح يحارب. وده جيش المدينة مش عارف والله. بس والله بصراحة الجيش جامد. فانا في واحد دعم احنا عايزين نجيب ده. احنا نرقيه بس لما يترقاش ما بيترقاش. طب هو عملت ده ليه؟ بس يلا كده يا اسطى. احنا المفروض نخلي نتكلم في المقدمة. ده
ده بتاع ايه؟ الحمد لله. بس الحمد لله انا دايما بحب اقول كلمة الحمد لله، ربنا بيوفقني. بس احنا بنسمع الجو شباب، الله العيب الله العيب. مال ايه شوية ماشي ماشي متفاية. الحمد لله. مش ملاحظين يا شباب اللي انا معايا كل حاجة، هو فلت بكلينا بس بس الخليطة انا اشوف مكانها ماشيين صح. اه ماشي، المطلوب اللي احنا نجيب الجي بي اس ولا نجيب ايه؟ اه المكتوب اللي احنا نفرع البيت ده. طب احنا عايزين مدفعية، الله ايوه هي دي المدفعية. تمام الحمد لله. اجل اهو ليه شكله ما يسلسوش كده. انت كده كده اضربوا 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 اضربوا. جيم ده ده هلو يلا تعالوا هلو يلا. انتوا شايفين الحمد لله احنا عدينا، بس احنا ناخد الحته دي كده كده قشطه. شفتوا الكوستة الحمد لله. وبقى احنا هنقفل الفيديو على كده. لو عجبك الفيديو حط لايك عشان نكمل السلسلة الحلوة دي. اتمنى بقى اللي انت تكتب تعليق بصراحة، تعليق تفرحني جدا 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 جدا. انتوا شايفين انا اسف يعني لو كنت طولت عليكم. اكتبوا لي اي حتة اي لعبة في التعليقات. سلام.